أول ملتقى تنظمه وكالة المغرب العربي للأنباء استضافت خلاله الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط حول موضوع الآفاق السياسية والتنظيمية لحزب الاستقلال بعد انتخاب الأمين العام الجديد. هدى مساهل والبشير رشيد. ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء ينفتح في أولى حلقاتها على الحقل السياسي المغربي، يستضيف الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال في بادرة تعتبرها الوكالة خطوة في اتجاه تقوية مكانتها على الساحة الإعلامية ومناسبة لإثراء النقاش حول قضايا تهم الرأي العام. هو أولا نهج تواصلي كنفتحوا على المحيط ديالنا، لأن احنا دائما كنا صحفيين الظل، واليوم في إطار المقاربة الجديدة بغينا نفتحوا على العالم الخارجي والمحيط ديالنا. نقطة إيجابية كذلك بالنسبة للطاقم العامين، لأنه كيحفزوا أولا مهنيا وتيجعلوا أنه ينفتح كذلك على الزملاء ديالو على العالم الخارجي اللي تيشتغل فيه. عديدة هي الأسئلة التي وجهت لضيف الملتقى من قبل ممثلي وسائل الإعلام، حوالي 90 دقيقة مكنت من إعطاء صورة للأفاق السياسية للحزب وكذا لاستراتيجياته. مثل هذه الملتقيات أولا تدعم العمل اللي تقوم به الأحزاب السياسية، لأن الإصلاحات السياسية بدون أحزاب سياسية قوية ما يمكن لاش يتأثر النجاح في أقرب الأوقات. اليوم الديمقراطية اللي عرفها حزب الاستقلال اليوم جعلت اهتمام الرأي العام تزداد بحزب الاستقلال ومتابعة ما سيقوم به من إنجازات الأمين العام لحزب الاستقلال. إذن عن طريق هذه الملتقيات تنشرحوا للرأي العام برنامجنا اللي احنا مقبلين عليه. ثاني ثلاثاء من كل شهر موعد اختارته الوكالة لسلسلة ملتقياتها الشهرية، والتي ستكون محطة تستضيف خلالها شخصيات من عالم السياسة، الاقتصاد والأعمال، المجتمع المدني والمجال الحقوقي.